يرى خبراء ومختصون بأن رفع أسعار المحروقات وخاصة مادة السولار بنسب وصفوها بالمرتفعة بأنه يمثل ضربة للقطاعات الاقتصادية التي تعاني بالأصل من ارتفاع كلف الطاقة، وتثير تخوفات من ارتفاع قد يطرأ على أسعار السلع والخدمات مستقبلا. للحديث حول هذا الموضوع نرحب بالمهندس موسى الساكت، عضو غرفة صناعة عمان. أهلا بك مهندس. وفي أخبار السابعة بالبداية مهندس، ما هل ما يحدث اليوم من رفع على أسعار السولار سيلقي بظلاله على الصناعة؟ شكرا سيدي على الاستضافة ويعطيك العافية. طبعا لا يخفى على أحد أن أسعار الطاقة هي من أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي هذا بداية، فلذلك يعني تتراوح الطاقة ومشتقات الطاقة والكهرباء بحدود 28% إلى 40% من كلف الإنتاج، فلذلك أي رفع سيؤثر سلبا على الصناعة. وكنا احنا في البحر الميت قبل ايام، نعم، واشار دوله رئيس الوزراء في حديثه ان يعني سيكون هناك تخفيف على الطاقه تحديدا على القطاعات الانتاجيه المختلفه، ونرى هذا الارتفاع بعد ايام من لقائنا في البحر الميت. فهذا حقيقه يعني شيء مستغرب بدايه، لانه الحكومه تدرك ان الطاقه هي تحدي رئيس ومهم أمام القطاع الصناعي، ومع ذلك يعني لم يستثنى القطاع الصناعي من هذا الرفع، خصوصا أنه أنت اليوم الطاقة والمشتقات النفطية هي مدخلات إنتاج القطاع الصناعي، فلابد أن يكون هناك يعني نسبة إعفاء على هذه السلعة. وطبعا لا أستثني أيضا القطاعات الإنتاجية الأخرى، يعني على سبيل المثال الحصر، بنقول النقل أيضا، النقل يعني لابد أن النقل التجاري طبعا تحديدا أن يكون أيضا بأسعار مخفضة للنقل، لأنه هي منظومة اقتصادية متكاملة ومرتبطة، والطاقة أصبحت اليوم حقيقة معيق رئيس أمام هذه القطاعات. نعم، اليوم المواطن بخاف كل ما نفتح هذا الموضوع وكل ما نتحدث عن أنه سترتفع الأسعار، وينتظر دائما متى سترتفع هذه الأسعار، وهل ستصل إلى رفع عالي، وهذا الرفع هل سيؤثر فعليا على السوق الأردني؟ اليوم بتوقعاتك إن كانت بالإيجاب أو بالسلب، هل فعليا سترتفع الأسعار في القريب العاجل بسبب ارتفاع أسعار السولار؟ ومن ثم سنأتي إلى موضوع الطاقة بالمجمل. شوفنا نتمنى أن لا يعني ترتفع السلع تباعا، إلا أنها طبعا ستتأثر، لأنه اليوم القوة الشرائية متدنية كما تعلم، فلذلك ليس من مصلحة القطاعات الإنتاجية رفع السلع، لأنه المبيعات أصلا في تراجع سيدي. هذه المشكلة الرئيسية التي نعانيها خلال السنوات الماضية، أن الإقبال على السلعة في تراجع، التنافسية أصبحت كبيرة، أسواق تصديرية يعني الصناعة تخسرها عاما بعد عام بسبب عدة أمور، ليس فقط الطاقة ولكن كلف الإنتاج بشكل عام ترتفع، حتى مدخلات الإنتاج المختلفة ترتفع. فلذلك أنا اللي بقوله أنه يعني نتمنى أن يكون هناك استثناء، أن يكون هناك حوافز يعني تغني الصناعات من رفع اللي هي السلع المختلفة، لأنه زي ما حكيت لك الرفع سهل على الصناعة تباعا على أثر ارتفاع السولر والمشتقات النفطية، ولكن هل هذا سيجدي وهل هذا سيؤثر على المبيعات؟ نعم سيؤثر، نعم، ضمن القوة الشرائية المتدنية وضمن الأسواق التي يعني نخسرها تباعا. نعم مهندس، البعض اليوم سيقف ويتحدث بأن أسعار المشتقات النفطية متذبذبة، فهامش الربح اليوم مختلف عن هامش الربح يوم أمس، فيتجه البعض إلى أنه لا داعي لوضع فرضية أن الأسعار سترتفع، لأنه المصنع اليوم إذا قل هامش الربح عنده غدا أو في الشهر القادم سيعود الهامش كما كان أو حتى يرتفع. هاي النظرية طبعا هي نظرية أكيد، ولكن هي مطبقة على أرض الواقع؟ هي ليست مطبقة على أرض الواقع، والدليل أنه في السنوات الماضية عندما ارتفعت كلف الإنتاج وارتفعت مدخلات الإنتاج ومنها الطاقة، اضطرت المصانع رفع أسعارها، فهذا حقيقة يعني لن تنتظر الصناعة حتى
تتذبذب الأسعار مستقبلا وتنخفض، لأنه إحنا زي ما شفنا يعني اليوم كل شيء في ارتفاع، لذلك خصوصا أسعار المشتقات النفطية بشكل عام. اليوم إحنا أمام تحدي، العالم أمام تحدي يعني اسمه التضخم. اليوم رفع أسعار الفوائد هذا حقيقة عبء كبير أيضا على الصناعة وعلى القطاعات الإنتاجية المختلفة. هناك أعباء مختلفة، يعني الطاقة ليست هي فقط العبء الرئيس، ولكن هناك أعباء يعني نعم مختلفة. فلذلك يعني لا نعول على أن يكون هناك تدني الأسعار، ممكن مستقبلا أن ترتفع أكثر الأسعار. نعم فلذلك أنا لا، اليوم هو أنا بتفادي مقياس الموضوع هو حجم المبيعات، مقياس الموضوع اللي هو القوة الشرائية لدى المواطن، المقياس هو الأسواق التصديرية التي نريد أن يعني نتواجد فيها. هاي أنا باعتقادي المقياس الرئيس الذي يعني خلينا نقول لا يشجعنا على رفع الأسعار، علما أنه الهوامش نعم قاعدة تتراجع تباعا. طيب مهندس موسى، يعني سؤالي الأخير وبعجالة، سأعود إلى الطاقة وتحديدا إلى الكهرباء. عندما تحدثنا عن الشرائح، تحدثنا عن أنه هذا النظام الجديد الذي بدأت الوعود به بأنه سيخدم قطاع الصناعة وسيخدم قطاع الفنادق وسيخدم قطاع المستشفيات، واليوم بعد مدة من تنفيذ هذا الأمر، هل فعليا تكلفة الطاقة، ونتحدث تحديدا عن الطاقة الكهربائية، انخفضت بعد ما تحدثت به الحكومة وأيضا شركة الكهرباء وفي الشرائح الجديدة بعجالة؟ هي بشكل سريع حقيقة تعرف الكهربائية انخفضت أكثر انخفاضا على الصناعات المتوسطة، الصناعات الصغيرة لم تتأثر كثيرا، كان حجم التخفيض فيها 4% فقط، الصناعات الكبيرة كان 0% حجم التخفيض، فهذا حقيقة يعني لم يكن مؤثرا على القطاعات الصناعية المختلفة، نعم الشرائح اللي تفضلت فيها. أيضا بما يتعلق بالتعرفة المرتبطة بالزمن، هي تجريبية عفوا، ولذلك يعني بدها وقت حتى يعني يلمس أثرها أو تلمس أثرها الصناعة، وهي حقيقة يعني التخفيض ليس كبيرا. فاليوم نعم التعرفة المرتبطة بالزمن التي عرضتها الحكومة قبل أو فرضتها الحكومة قبل أشهر حقيقة لن تجدي نفعا، لأن نسبة التخفيض نعم قليلة جدا. نعم بدي أشكرك جزيل الشكر المهندس موسى الساكت، وأنت عضو غرفة صناعة عمان، كنت معنا عبر تقنيات الفيديو، شكرا جزيلا لك.